حنا بالقاعده ديال المشكل ديال الشقيقه بون اوكسيجيناسيون ديال 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 الجسم ديالنا بخصوص منطقه الراس خصنا نشمو مزيان اما عن طريق بخار تاع اليزير او بخار ديال الزعتر او بخار ديال 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 العشبه بحال الشيح مثلا. ثانيا انه نستعملوا زيت الزيتون على الريق شراب وثم دهن للجبهه الا كان فيها شويه ديال زيت السانوج لا باس نديروا الربع 25% زيت السانوج مع 3 4 ديال زيت الزيتون دهنا نستعملوا على جبهتنا ونقطروا بها النيف ديالنا. حاجه اخرى ونستعملوا سكينجبير حتى يحدث داك البروده وداك العيا اللي تيكون ونستعملوا السكينجبير التنفيحه كذلك على ساعه النحل عطتنا نتائج هائله. هذا كلهم تيعاونوا على طرد الالتهاب والعياء والبروده ممكن حتى المشكل العصبي الا كان وافيك بون اوكسيجيناسيون هذو كلهم الطريق الامثل. وهنا لاحظتي كيف انه شقيقه كانت تعيش 30 سنه رغم المراقبه الطبيه والتحاليل وكذا الحمد لله مثلا تبعوا هذا الاسلوب الخفيف الظريف متميز تمشوا للهدف مباشره وتنتقصدوا كلي في اقل من اسبوع اول بدات الراحه الاولى وكلي اي مويان ديال 3 شهور الحمد لله 98% ديال المشكل الحمد لله الناس يتخلصوا منه. ولذا خصنا نعرفوا الاسباب ما بقاش نرجعوا لها ونكونوا دائما ان شاء الله في الوقايه. وهنا خصنا ندربوا على هذه المواد الاساسيه اللي هي خفيفه اصلا تنستعملها يوميا ونحاولوا نستعملها استعمال صحيح وبالصحه والراحه. نعم. كنتي كنعاني من الشقيقه بزاف. مشيتي شخصتيها يعني عند الطبيب؟ متبعه دابا عند الطبيب وعندي رانديفو غدا. اختي كيضرني النص ديال راسي والعين. نعم. اختي كنعاني منها بزاف. شحال في عمرك؟ نعم شحال في عمرك؟ 73 38 سنه. 38 وشحال دابا وهذه الحاله عندك؟ راه قديمه. تقريبا ملي كنعقل على راسي وانا فيا من الصغر 40 سنه ديال المعاناه هي دابا عندها 38 كتقول ياك 38 سنه عندك 38 طيب اي سؤال استاذ؟ اول شيء شنو الدوايات خديتيهم مع الطبيب وبشكل منظم منتظم؟ منتظم دابا عندي تريتمون ثالث عندي اليوم وغدا خصني نرجع عندهم غدا غترجع عنده ان شاء الله مزيان فقط انه انا اللي ننصحك حاليا هو دابا غتدخل الكوزينه غتاخذ سكينجبير يابس وتشمو وديما عندك في الساك ديالك قريعه صغيره ديال سكينجبير يابس شمو شويه على اليمين شويه على اليسار حاول تعطس راه هذه هذا بدايه اوليه للناس خفاف عليهم راسهم. ثانيا ديما عندك اما اليزير او الزعتر مزيان او الخزامه او لوكاليبتوس هادو كلهم اعشاب جميله منشطه للدماغ غتغلي شويه الماء وغادي ديرهم معلقه كبيره حتى لجوج واخا يكونوا ورق وحاول حاول البخار ديالو تشمهم عندك يضربك البرد ديرهم دابا حتى الا كنتي في الدار في العشيه ملي تكون تدخل الدار مثلا كنتي في العمل او كنتي في زياره عائليه نعم وثالثا حاول ديرو عندك في ديرو قبل ما تنعس مزيان هادو ديرهم جوج ثلاثه هاد المرات في النهار. حاجه اخرى حيد ليا المواد الحيوانيه 100% مزيان كل شيء اللي حيواني اللي عنده جوج عينين وقليب تيضرب هادو كلهم حيدهم اعطيني النباتي 100% مزيان اذا غتلاحظ راسك على انه هاد 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 هادشي غادي يخفف عليك شويه بشويه ولكن بغيت ثلاث اسابيع الاولى نحققوا 40 الى 60% مزيان وزيد الزيتون على الريق امي هوبصيله وعسيله ثلاث خمسه د المرات واعطينا خبر بعد ثلاث اسابيع. ما يكون باس الله يبارك فيك. بغيت نسول الدكتور على واحد السؤال كيخص سمعتي. ما يكون عندها باس. هي عندها كيضرها راسها شي ست سنين هذه. ومع كثرة ديك الدورة بحال أثر لها على العين ما بقاتش كتشوف. نعم. وملي دارت عملية هذه شي شهرين شافت واحد الشهر ربما اللي شافت هكاك ومن بعد ما بقاتش شافت. ولكن أنت ما عطيتيناش المعلومات أبنتي العملية اللي دارت على الرأس. لا عينها. العملية على العينين. إيه ولكن حريق الرأس أش قال الطبيب؟ يا دابا تكلمتي على حريق الراس خصنا نبقاو مركزين على الموضوع اللي حنا فيه كان حريق الراس ياك حريق الراس الطبيب تيضرها مره بالطونسيو مره الجلاله مره ما كتبقاش تشوف كتولي سادة عينيها ولكن حريق الراس ملاش قال الطبيب اش قال لكم درتو شي سكانير
درتي شي تحاليل، درتي شي فحوص معينه، الطبيب اش الراي ديالو ما هو؟ ما هو الراي تاع الطبيب؟ طونسيون كيطلع عليا. واخا انا اللي ننصحك دابا هو انا ما نقدر نقول لك حتى شي حاجه واخا الا حاجه وحده، تاخذ ميها وبصيله وعسيله 7 مرات في النهار. شحال العمر ديال حماتك؟ عمرها 60 سنه. نعطيك ميها وبصيله وعسيله، الا ما عندهاش السكر تاخذهم 7 مرات في النهار وزيد الزيتون على الريق. ما نعطيك والو حتى تعطيني خبر صحيح شنو هو الفحص الطبي بالنسبه للراس شنو هو مزيان، وتقول لي كيبقى تعوينات من بعد العمليه عاد نقدر نعطيك شي حاجه اخرى. اما دابا نعطيك بصيله وعسيله 7 مرات مع الماء، 7 مرات مع زيت الزيتون على الريق، وتنقي ماكلتها بدايه. صوت على الاستشاره على حسب المدام ديالي. مرحبا. اي هي عندها شقيقه في الراس، يعني ما كتجيها شقيقه ياك؟ نعم. ولكن هذه الشقيقه يعني حنا شخصناها هذاك الشيء ناتج على واحد الانفلاماسيو وكان عندها في العين. اييه. ويعني المهم دوزت لها الناس بدوك الراديو، يعني دوزنا لها كل شيء، ولكن هذاك الانفلاماسيو هو اللي كيدير لها ديك الشقيقه اللي في الراس. ويعني كنا تبعنا شي تريتمون وداك الشيء، ولكن مازال حاليا ما يعني مرافق. شحال المده هذه؟ تقريبا نقول دابا نت واحد صافي انو تقريبا عام تقريبا سنه. دابا داكشي كي مرات يمشي مرات يجي. وكنت انا سولت على اساس بغيت يعني الوقيته باش فهمت غتكون في المركز، بغيت باش نجيب لك انا كاع لو دوسي ميديكال وغادي تتسلم. مرحبا، اتصل بالمركز وخذ موعد ماشي مشكل. الشيء اللي ننصحك به حاليا هو بخارة اليزير او الزعتر، ديروا 3 مرات في النهار، تغلي شويه الماء، دير شويه الزعتر او يزير والبخار ديالو تشمو عندك يضرب البرد. غادي نعالجوا به 3 الحوايج هنا، الالتهاب اللي عنده في العين نعالجوا به اون بون اوكسيجيناسيون لجسمها، ولا كان شي عياء خاص معين ممكن انه نتغلبوا عليه. فهذه بعدا هذه ارضيه اساسيه، مي تنعرفوا الاصل كيف انت حددتي حاليا، غالبا تمشيوا له هو قبل ما نمشيو للفروع باش ما نتلفوش في كثره المشاكل. أيه. هذا اللي كاين. ثانيا ما نكرش على انه تستعمل تقطيره ديال البصله، عصير تعصر شويه البصله طريه. أيه. وتخلطها مع شويه الماء معدني او تغلي الماء ويدفى وتخلطه مع بصيله وتقطر في عينيها 2-3 مرات في النهار. هذا اسلوب غادي يخفف من الالتهاب ديال العينين، ونحاولوا نعالجوا الغالبه الالتهاب العيني بدايه قبل من اي شيء. استعملي هاد 2 الحوايج بدايه، القويل ديال التمام شويه ما نكثرش عليك، وان شاء الله جيب لي لوتوسي ميديكال ونشوفه. بدا استعمل هاد الامور الا نجحتي ما كاينش تعب راسك. الا ما الا 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 بقات امور لابد نزيدو نعمقوها. مرحبا. اختي بغيت ندوي مع الدكتور. كيسمعك تفضلي. مرحبا. دابا انا كيضرني نص ديال راسي اليمين، ومشيت عند الطبيب قال لي راه شقيقه وكيضرني بزاف الا خرجت للشمس، مثلا الا تعصبت كيضرني الجهه اليمنيه بزاف. مزيان. اذا حاول. شحال العمر ديالك الاخت خديجه؟ انا عندي 47. تبارك الله عليك، ما يكون بس. الوغ شوف، حاول دير بخار اليزير بحال اللي قلت لسي علي قبل 3 المرات. عندك عندك اليزير، عندك الزعتر، عندك الشيح، واللي درتي فيهم مزيان واخا، او لوكاليبتوس تاهو مزيان. ثانيا حاول دير سكينج بير تنفيحه وقولب ديال التمام شويه، هادو بعدا خص يكون عندك رسميين. مزيان، استطعتي انك تنقي ماكلتك وتاخذ بصيله 20 غرام في كاس كبير الماء مغلي ومعلقه د العسل تكون حره، اللي درتي ليمون لوكاليبتوس سدره زكوم، مشيتي للزكوم تيكيوت مزيان 5-7 مرات في النار وزيت الزيتون على الريق، ان شاء الله غتطلع في المستوى ديال العلاج، وهنا تتحس على انه من بعد 3 اسابيع الاولى تتكون نتائج اوليه. تصل بنا ان شاء الله على شدا اف ام وعاود عطينا خبر ونزيدو نعمقوا معك العلاج. استطعتي تاخذ نحيله 2-3 في النهار نهاريا نهار لا، غادي تعاون لراسك وان شاء الله بالشفاء. الله يحفظكم. الله يخليك دكتور. انا عندي المشكل، انا كنت في 2006 من بعد ما ولدت بنتي الثانيه ما كانش كيضرني هنا افون راسي، كنت عادي ما كانش كيضرني. في 2006 بداني هذا المشكل، مشيت عند واحد النورولوج شخص ليا قاد ليا الشبكه راس في اللوال، قال عندي، قال لي انا نصف خالدي صدع نصفي اليمن ديما كيشدني في اليمن، عطاني تريتمون دو 3 موا جلي درت جلي سويفيز مع ستريكتومون.
بقات عاوتاني صافي عاوتاني بقات دارت واحد شويه عاوتاني بقات ترجع ليا. مشيت عاوتاني عند واحد نقول لك واحد خول هنا في التمانه عاوتاني عطاني 3 مو ديال سميتو ديك النقيطه تاع عرفت التريتمون ديالو تبعو مزيان والو والو فان فرغيان دوني. عاوتاني دوك مشيت عند من بعد بقات شدني مشيت عند واحد عند جينيكو ديالو عاوتاني عطاني واحد لي زغمون تاع بيلو كي خديهم شوفو وحيدي كنت درت ستيري اللي ما درتها استاليا ميكانيك ما درتش اغمون هكا يحت لي زغمون هما اللي كيديروا هذا المشكل. ايه فوالا صافي بقيت دكتور والو دابا دكتور في كل كتشدني عندي معروف الوقت ديالها من مورا الدوره الشهريه كتسالى لي موراها اكزاكتومون كتشدني يا دكتور 3 ايام واخا ما عرفت شنو ندير ناخذ باراسيتامول ما عرفت شنو ندير والو. وكنت بقيت الدكتور ديالك كناخذ ديك الزيت مع الثومه في الصباح كنت خديته كناخذو في الصباح مع الفطور كناخذو دوز دوغ في المسطر مزيان دائما كنشمو ديما كتنفع كيبقاو يضحكوا عليك يا راه والو غنشمو اللي بغا واللي كره كره واللي صافي ولفت انا السكينجبير في الكوزينه كنضر وكنشمو. والفرق اللي حسيتي به؟ لا كاين الفرق دكتور مبروك عليك. دابا انا شادني راسي باحش شدني البح كل وانا في الفراش دابا عاد فقط درت الازير وشديت السكينجبير والحمد لله كنحس شويه الفرق. ودكتور ما عرفش انت باش نتعبش تصحيح. الو غادي نزيد قورب ديال الثومه شويه ثلاثه د المرات في النهار غادير نصيص في الصباح ملي تنوض تصلي الفجر ديالك مع راسك اللي تقبل وخذوا لي مثلا في العشيه مع ذاك العصر بين العصر والمغرب وخذوا لي ملي تجي تنعس الثومه شويه حيد لي الحيواني 100% هاد الثلاث شهور الاولى خذ لي بزاف خضار فواكه طويجنه ديال الخضره بزاف وبصيله وعسيله ديالك ثلاثه حتى خمسه د المرات مزيان وحاول تبع خذ واحد ثلاث اسابيع بهذا الاسلوب ومن بعد حاول تاخذ الوقيت ديالك المناسب وشوف شوف قريصه تاع النحل الوقت اللي غادي يناسبك خذ غير حصه في الاسبوع ديال بين ثلاثه وخمسه د النحلات تاخذ وحده في النيف وفي الودن والحلقم واخا بخمسة نحلات في الأسبوع حصة شوف الأسلوب الجمعة ولا السبت اللي يناسبك خذهم وإن شاء الله راكي في طريق العلاج والله يخفف ما نزل. الله يبارك فيك. أنا بغيت نقول لك عندي شقيقة عندي النص في الراس ديالي الجهة اليسرية كيضرني بزاف بزاف أكثرية في رمضان ودابا حاليا ملي كيضرني دابا كيبقى لي حتى خمس أيام ست أيام ما كيحيد ليا. شحال عندك من عام بنتي؟ عندي 21 سنة. تبارك الله عليك. إياه وكيضر اصلا ما تخيلش كنحس بحال المسامر كيضربوا لي في راسي عرفتي تخيل كنبقى نبكي بقوه الحرق اللي كنحس به في راسي. تستعمل شي علاج بنتي؟ لا ما كنستعملش حتى علاج لا كناخذ غير الدواء الفرماسيان وصافي. وفوقاش تجيك هذا الحريق على طول النهار على طول الشهر ولا في اوقات معينه؟ لا بحال دابا كتجيني جوج المرات في الشهر بحال دابا اي كيدخل الشهر كيدخل بديك 3 ايام 4 ايام كتبقى تجيني كيجيني في داك الوسط فيه والاخر كاع كدوز لي حتى لسيمانه ما كيحيد ليا الحراك الراس. الوغ شوف بنتي خذ خمسة د الحوايج اساسيين مزيان غتحيدي المواد الحيوانيه بعدا ما تقرب لهمش والو عطيني بزاف عصيد الفواكه الخضار عطيني الحوايج اللي تعجبك بحال واخا تقدر تاخذ اللوز راه مزيان الكركاعات ميرات زبيب هادو كلهم اساسيين بدا تاخذهم حيد لي الحيواني خذ لي النباتي ونوع في النباتي. ثانيا سكينجبير شمو جوج ثلاثه اربعه خمسه المرات مادام عندك الحريق انت سمعتي السيده اللي قبل منك تبارك الله تبعت السكينجبير تتستعملو وتخفف عليها وخذ لي زيت الزيتون على الريق مع الخمسه الخمسون ديال الصباح خذوا لي معلقه كبيره جوج حتى ثلاثه قديتي دير فيه الثومه ترقدها فيه وتشربوا غيكون افضل. ما قديتيش خذوا زيت الزيتون هكذاك مزيان خذوا يكون حر يكون بلدي ويكون مزيان. حاجه اخرى اللي بغيت ننبه لك ليها ذاك البخار اليزير خذوا ثلاثه اربعه خمسه المرات في النهار خصوصا في هذه اللحظات الاولى مزيان. وكاين المواد اللي مزيانه في هذا الاتجاه بحال مثلا تبدا تغلي كاس الماء دير فيه شويه سكينجبير شويه القرفه ياك طونسيون مزيانه عندك تقدر تاخذ مثلا كاس كبير الماء دير فيه شويه ديال لوكاليبتوس دير فيه عسيله وتشربها. تقدر مثلا تاخذ كاس كبير الماء فيه شويه ديال الزعتر واليزير وتصفيهم وغادي دير فيهم عسيله معلقه كبيره خذها جوج ثلاثه اربعه د المرات. انت غليظه رقيقه بنتي؟ رقيقه ريزون دو بلوس واخا بقيت نعم ريزون
طيب مهم رقيقه ريزون دو بلوس حابه تاخذ حبوب اللقاح. علاش احيانا تقدر يكون مشكل هرموني، مشكل ديال المناعه، مشكل عصبي، هادو كلهم نغلبوا عليهم بواحد مواد اللي تتقوي البنيه، وحاول ان شاء الله تستعملوهم مزيان. كاين مواد اللي في هذا الاتجاه بحال المعدنوس تنعصروه مع الفواكه الليمون، او نعصروه مع خزو فجل، او نعصروه مع التفاح ونشربوه، هادو كلهم تعاود يقضوا الجانب الهرموني والعصبي والدوره الدمويه. حاجه اخرى اللي ممكن انه نزيد ننصحك بها هو المعدنوس، دقوا وربطوا على الجبهه ديالك، خصوصا متى تحس براسك انك عندك ذاك الشقيقه اللي مؤلمه اللي مزعجه اللي ثقيله على الجسم، وهادو كلهم الا استعملتيهم بطريقه منظمه دير واحد الورقه ودير لهم ترتيب معين، غتشوف راسك ان شاء الله اقل من 3 أشهر غتكون خيره. بغيت في الـ3 أسابيع الاولى تخرج من هاد من هاد من هاد من هاد القوه ديال هاد ديال هاد الشقيقه وتخفف عليك الامر ان شاء الله. نعم. طيب الدور ديال قريص النحل هنايا؟ الدور ديال قريص النحل هو انه تنقي الدوره الدمويه من كثير من الحوايج اللي تيعيوها من ذاك البروده وذاك العياء، ممكن تيكونوا اشياء، وتنظم الهرموني قريص النحل. وهذا هو الغريب اللي الناس مازال عاد تيكتشفوه، بحال مثلا السيده كانت ما تتحملش واستطاعت عن طريق لسعات النحل تحقق تويميين، منين مشات دارت كونترول لقات راسها على انها حملت في ظروف اللي كان ما كانش ممكن تحمل، فكانت لسعات مهمه في هذا الاتجاه، بالاضافه الى انه ضد الالتهاب. الله يجازيك بخير. بعدا انا بغيت نشكرك بزاف دكتور، الله يجازيك. مرحبا. طول عمرك. انايا بعدا تبعت مشكل ديال الشقيقه وليت الحمد لله. مبروك عليك، الف مبروك. ولا عندي ذاك كويل بالثوم تنقولها للناس كامل اللي ضربت شي حاجه تنقولوا دير ذاك كويل بالثوم. مبروك تبارك الله. ولا وذاك زيرو سكين كبير كما قلتي دائما نجي في القرعه تنديرها عرفتي الحمد لله ونشكر الله يحفظكم. على الشقيقه لانني انا 14 عام وانا تنعاني منها، كنت مع الولاده وضربني البرد وقبطاتني. شحال تبعتي معنا هذا الاسلوب هذا؟ شحال تبعتي؟ الحمد لله من بديتي انا تنسمعك وتنقيد دائما الوصفه ديالك. الف مبروك. قلنا بالضبط فاطمه الزهراء شنو درتي؟ انا حبيبه انا عندي ازير دابا لقيتي، تمشي عندي قدامي واحد المدرسه فيها ازير بزاف، تنجيبو تنديرو في واحد القريعه قدامي يوميا ترمي في الكاسرونه وتندير عليه البخار. مزيان مزيان. وديك الثومه قويه بخطره خطره تناخذ ديك القوي الثومه هكذا ونديرها. غير البارح نيت صبحت عندي العظام ديالي ما عندي المفاصل البروده درتها نيت شويه الحمد لله الصباح زعما مزيانه الثومه. هاد الشيء البسيط راه سهل معايا بعدا انا الامور. ولكن عبد السيد حنا بالنسبه لينا ولكن الاولين اللي اكتشفوه وعلموه لنا ودوزوه لنا في الثقافه المغربيه شكون؟ الله يرحمهم جد عليهم الرحمات. جا مجال السهل ولكن احنا دابا حاليا تنشوفوه سهل حيت موجود، اما الاولين اللي تعبوا باش يدخلوه الكوزينه والبيوتنا الله يجد عليهم الرحمات والله يحفظكم ومبروك الف مبروك. اهلا فراسو بالضبط فوق الجبهه على اليسر عفاكم بغيت شي حل. اول شيء اللي ننصحك به واحد 3 النحلات نهاريه نهار لا في البلاصه اللي تضرك، غدير بحال واحد الاسلوب ديال دائره غادي تقرصهم في الجبهه بلاصه. شوف انت متى تقدر تاخذ وحده على اليمين وحده على اليسار وتاخذ وحده الوسط او شويه الفوق او شويه لتحت نهاريه نهار لا. ثانيا بخار اليازير، تبارك الله انت سمعتي الحاجه فاطمه الزهراء تبارك الله كيف انها استعملت الطريقه جيده وكانت نجحت. وسكنجبير هادو 3 مهمين. الاستقوال ديال الثومه نباتي 100% كثرتي لي من العصائر الفواكه خضار مهمين. عقلوا واحد الكلمه غادي نقول لكم دابا، ملي تاكل لكم الماء البصله والعسل راه ممكن نعوضوهم بالخضار والفواكه عصائر ما طيبينش كاسلوب تنويعي. اذن ماشي لابد بصلع سلمة، لابد ممكن تاخذوا عصائر فواكه خضار، ممكن تعوضوا بحسوات الشعير مع الثومه زيت العود بلا ملح بالطبع. هذا احنا فقط نقربوا من باب التبسيط في التهيئ والتحضير، اما حتى حسوات الشعير زيت العود الثومه تاخذوهم بشكل مسترسل بطريقه منظمه وتاخذوا عصائر فواكه خضر ما طيبينش غيكونوا كذلك مهمين. غير انتم خذوا الاسلوب البسيط ولكن الفعال وان شاء الله بالشفاء ان شاء الله.